أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. ويذهب غيظ قلوبهم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأن
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها
ومن يتولى